معنا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على مدار الساعة القادمة. سنتناول خلالها جهود الدولة المبذولة في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نجحت الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأنها تعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما عملت الدولة المصرية على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية. كما قامت الدولة المصرية بترسيخ ثقافة العمل الحر وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات مثل الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد، يعني من خلال خبرة حضرتك، ما هو الدور الذي لعبته الدولة المصرية لدعم ولتقوية هذا القطاع في الداخل المصري، المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ في البداية مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين في كل مكان. قدرت الدولة أن تبرز هذا الدور الحيوي الهام في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في كل ربوع مصر، وقدرت الدولة تقدم كل الدعم والمساندة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي قدر ان هو يبني في كل محافظات مصر مصانع مجهزة علشان تقدر تستورد الفرص العمل من خلال كوادر الشبابية ومن خلال توجههم ومن خلال قدراتهم ويبقى لهم الأماكن التي تستطيع أن يعني تملأ لهم وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من مشروعات علشان تقدر تحقق انطلاقة قوية في هذا القطاع. لأن المشروعات الصغيرة المتوسطة المعلوم عنها أن هي قطار التنمية في كل دول العالم. في أغلب الدول المتقدمة بنلاقي أن قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة ويساهم في حجم الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 40-50%، فما كانش هيقدر يتم توفير ده إلا من خلال مزيد من التيسير على هؤلاء وتوفير ما يحتاجونه سواء من آلات أو معدات أو خبرات أو تقديم مشورة أو تقديم أماكن لوجستية أو تسويق لهذه المنتجات أو إنشاء مصانع وحدات صغيرة قادرة على استيعابهم وتوفير ما يحتاجونه للبدء فورا في مشروعاتهم المتكاملة اللي بتقدر تحقق يعني فرص عمل، تقدر تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي، تقدر توفر كثير من السلع والمنتجات الوسيطة. وشفنا تم إنشاء مدن صناعية متكاملة، وبالأخص كمثال ذلك مدينة دمياط للأساس. شفنا ازاي قدرت الدولة على مساحة 231 فدان قدرت ان هي تعمل مدينة متخصصة في الاساس توفر كل احتياجاتها وتلبي يعني تعمل شمل كل الورش الحرفية الصغيرة، توجد لهم المكان وتوفر لهم المستلزمات باسعار تكاد تكون في متناول الجميع للابتكار دكتور خالد، الفترة الأخيرة كيف اختلفت ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمواطنين وفرصها إلى أي مدى ربما هي في ازدياد في هذه المرحلة، نظرا طبعا للظروف المحيطة بالإقليم الجيوسياسي واللي أثر على المنتجات الأجنبية، فبالتالي يمكن في حراك بشكل أكبر على المنتجات المصرية والداعم واللي محتاجة دعم طبعا للمكملات الصناعية بشكل أو بآخر؟ لو شفنا الفترة الماضية مدى إقبال الشباب على المشروعات الصغيرة المتوسطة هنلاقي أن نسبة كبيرة جدا من الشباب تألقت وقدرت أن هي تبتكر وتنهض بهذه المشروعات الصغيرة وتحقق لها ريادة. وشفنا بعض الشركات الناشئة قدرت تحقق ريادة غير مسبوقة في بعض المجالات المختلفة اللي تقدر تحقق انطلاق لهم. بنلاقي اكثر من 60-70% من الشباب
بيفكر وقدر ان هو يجتاز مرحلة الخوف من المشروع الصغير والمتوسط، لان الدولة الحقيقة قدر برضو توفر بيئة مناسبة، بيئة تنافسية لكل هذه المشروعات، وتعمل على التحوط من اي يعني ظروف قهرية قد تعيق او قد يعني تعيق اي من هو يقدم على مثل هذا المشروع الصغير او المتوسط. النهاردة الدولة قدرت تقدم له تمويلات باسعار بسيطة، قدرت انها توفر كل الاحتياجات الضرورية له، قدرت ان هي تحل كتير من الاشكاليات او المشكلات التي تعترض مثل هذه المشروعات، وقدر النهاردة بقى في نجاحات لمثل هذه المشروعات وفي انطلاقة في كل محافظات. بس المشروعات بشكل او باخر يا دكتور تركز على عملية التجارة او الصناعات البسيطة جدا، ولكن يبقى شق متعلق بالصناعة في حلقة مفقودة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا يوجد اقبال عليه بشكل او باخر، كيف تفسر ذلك؟ اعتقد ان كل دور لمبادرة ابدا او لشركة ابدا دور في احداث هذا التوازن او احداث يعني معالجة الخلل لو في خلل موجود ما بين الترابط ما بين مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة زي ما حضرتك تفضلتي او ربطها بالمشروعات القومية، هو على دور جهاز يعني جهاز تنمية المشروعات انه يقدم رؤية متكاملة ويعمل على تنسيق مثل هذه المشروعات وإقامتها والأماكن التي تقام فيها وأهداف هذه المشروعات وإمكانيات هذه المشروعات، ويجعل لها صلة وثيقة وربط تام بالمشروعات الكبرى علشان تقدر يبقى في تنسيق وفي تناغم وفي تواصل ما بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي لها سوق ومستكملة مع المشروعات الكبرى علشان تقدر تحقق نجاحات كبيرة ويبقى لها دور فعال وعامل قوي في جذب من مزيد فرص العمل ومزيد من انطلاقة الشباب نحو هذه المشروعات بدلا من الانتظار إلى الوظائف التي توفرها الحكومة لهم من خلال الجهاز الإداري للدولة. فالنهاردة الثقافة النهاردة اختلفت لدى كثير من الشباب، بنشوف مدارس فنية بتنشأ بالقرب من الشركات الكبرى، وبعض الشركات الكبرى بيعمق مثل هذه الثقافات ويقوم بالإشراف على هذه المدارس علشان يقدر يبقى عندي جيل جديد قادر على الالتحاق بالوظائف الفنية وجيل جديد قادر على أن يكون له ريادة من خلال مشروع صغير أو متوسط. نعم. في كل القرى وفي كل النجوع وفي كل المراكز وكل محافظات مصر. ليه؟ لأن كل محافظة بتختلف عن محافظة الأخرى طبعا بما لديها من إمكانيات وبما لديها من قدرات وما يميزها بصناعة معينة أو مواردها اللي اشتهر بها أهلها، يعني ده حقيقي يا دكتور. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد شفعي الخبير الاقتصادي. يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من الشركات في مصر ودول نامية، ويعمل به ما يصل إلى 50% من العمالة في الدول النامية، لذا فهو عنصر فعال في دعم الاقتصاد. وأسهم تشجيع هذا القطاع من جانب الدولة والبنك المركزي في جذب جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة. وتبلغ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر نحو 91% من إجمالي المشروعات. المزيد في هذا العرض.
للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد شواتفي خبير اقتصادي. دكتور أنا برحب بحضرتك، وبالحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما قدمته الدولة المصرية لدعم هذا القطاع الهام جدا الحقيقة في الدولة المصرية، ومثل هذه المشاريع في كثير من الأحيان بتكون أساس اقتصادي كامل لبعض الدول. خليني أسأل حضرتك في البداية، كيف تراقب وتتابع المبادرات العديدة اللي قدمتها الدولة أو البنك المركزي في إطار دعم مالي أو حتى تدريب أو تقديم مساعدات بشكل أو بآخر لأصحاب هذه المشاريع للنهوض بها؟ تحياتي لسيادتك فندم والسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا من أول 2014 إلى النهاردة هناك جهود كبيرة جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وده كان واضح جدا في الخطة الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي في 2016، وواضح جدا حتى الدعم اللي كانت بتدعمه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أثناء الأزمات ساعة كورونا أو الأزمات الموجودة والمنح اللي بتعملها الدولة لهذه المشروعات. ليه هذه المشروعات تعد رؤية استراتيجية للدولة المصرية؟ الدولة المصرية بها كثافة رأس مال عامل، يعني فيها كثافة بشر، وبالتالي الدولة تحتاج إلى فرص توظيف وأن يكون هناك توظيف، بجانب ان هناك كمان دعم القطاع الخاص على اساس انه هو يكون قائم في التنميه. البعد الثالث وهو توافر وتنوع الموارد اللي موجوده في داخل المجتمع، ايا كانت هذه الموارد موارد سياحيه او موارد زراعيه او موارد تجاريه او موارد صناعيه. الامر الاضافه لذلك كمان انه هو كمان انتشار المهن والحرف في داخل الدوله المصريه وتميز المصريين في هذه المهن والحرف. وعليه فإن في هذه الحالة باعتبار أن القطاع الخاص أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاخد تقريبا في حدود 70 إلى 80% من العمالة اللي موجودة في الدولة المصرية، ودي بيبقى فيها أكفأ العمالة وأصغر العمالة، فيها نطاق الكبار بخبرتهم والتلمذة الصناعية أو التلمذة التجارية في الصغيرين. فده معنى ذلك أنه هو قطاع مستمر، قطاع عائلي كمان، المهنة بتورث للأبناء وأجيال وراء أجيال. يبقى إذن الدولة هنا في هذه الحالة بتدعم استمرارية واستدامة المشروعات وفي نفس الوقت كثافة العمل. النقطة الثانية وهو الموارد اللي موجودة في داخل المجتمع وتنوعها. احنا عارفين ان احنا عندنا الاقتصاد المصري فيه تنوع ومتسع، يعني كل منطقة جغرافية فيها مزايا معينة. دمياط فيها المشروعات الصغيرة زي الأساس، بورسعيد فيها الصيد والتجارة، المنوفية فيها، كل منطقة فيها مزايا. من هنا بيبقى الوزارة التنمية المحلية أو الوزارات المعنية منتشرة على أرض مصر وبتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هناك جهود أخرى للدولة تتمثل على المستوى السيادي أو طب المستوى المركزي. خليني لو تسمح لي يا دكتور أسألك سؤال. إحنا عندنا اقتصاد غير رسمي نسبته كبيرة جدا، يعني أكبر بمراحل عن الاقتصاد الرسمي. كيف تكتذب الدولة هذه النسبة التي ليست بالقليلة على الإطلاق، ربما هي النسبة الكاسحة في الدولة المصرية؟ حضرتك هنا الجزئية دي فيها شقين. الشق الأول وهو التشغيل. التشغيل هنا سواء تشغيل الوحدة الاقتصادية داخل اقتصاد غير رسمي أو اقتصاد غير رسمي، هو مواطن مصري بيشتغل. أمال فين بقى المشكلة؟ إن هنا المخطط الاقتصادي وموارد الدولة ما بنقدرش نحسبها حسابات جيدة، بمعنى أنه نشاط مشروع لكنه غير قانوني. وبالتالي في هذه الحالة الدولة هنا بدأت بجهود كبيرة من 2016 لحد النهاردة في كيفية إدخال الاقتصاد الغير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي لعملية المساعدة في التخطيط وكذلك تدبير النفقات والإيرادات بتاعة الدولة. من خلال إيه؟ إحنا هناك مشروع قومي كبير جدا وهو مشروع الشمول المالي، بمعنى أن يكون هناك شمول مالي قائم على كل المشروعات وكمان الفاتورة الإلكترونية والعمليات التجارية وما تقوم به التجهيزات الإلكترونية وغير ذلك من المشروعات أو من الأنشطة أو الجهود التي تمارسها الدولة. لكن هناك جزئية هو طبعا الإدارة الإلكترونية أو الشمول المالي قايم على أربع مراحل. المرحلة الأولى من الحكومة للحكومة وانتهت، ومن الأفراد للحكومة وانتهت الحكومة من هذا الشكل، وبعدين من الأفراد للأفراد بقى ومن المشروعات للأفراد
اذا في هذه الحاله استجزئيه صغيره هتكون موجوده. لكن دلوقتي لما اجي ابص على الاقتصاد غير الرسمي، الاقتصاد الرسمي، اقول والله ان هناك جهود كبيره تمت خلال الفتره الماضيه على اساس دخول الاقتصاد غير الرسمي، ومعظمه فين بقى؟ معظمه في المشروعات الصغيره والمتوسطه، وده بيحتاج هنا مجموعه من الضوابط اللي موجوده اللي تستطيع الدوله تعملها من خلال الاجراءات الماليه ومن خلال الاجراءات والمستنديه ومن خلال المراقبه. ليه؟ عشان هو التخطيط. لكن في نفس الوقت المشروع الصغير سواء داخل الاقتصاد او خارج الاقتصاد الرسمي هو فرد بيشتغل واستثمار ومواطن بيشتغل، وفي نفس الوقت هو عباره عن ناتج اجمالي داخل الدوله، لكن انا ما بحسبوش كدوله. عشان كده ده ممكن الخطه المستهدفه للدوله ان خلال 26 او 27 كان مستهدف ان الشمول المالي يتم خلال 24، لكن الظروف اللي موجوده في الدوله النهارده او الظروف العالميه اجلت شويه، لكن اعتقد ان خلال 26 او قبل 27 هيكون الاقتصاد كاملا دخل الشمول المالي. فضلا عن ذلك هناك جهد اخر الدوله بتقوم به وهو حوكمه الشركات والاجراءات اللي بتتم على وفتح النوافذ الالكترونيه على اساس ان تسجيل اي مشروع في داخل الدوله. كل دي ما عندناش النهارده خوف من الاقتصاد غير الرسمي، لانه هو الدوله ماشيه خطه محدده على اساس انه ينتهي خلال سنوات معدوده يدخل في داخل الاقتصاد الرسمي. لكن انا دلوقتي لا معلش دكتور، يعني في هذه استوقفتني هذه النقطه، احنا بنتكلم عن اقتصاد غير رسمي، ما بيدفعش ضرائب، ما بيدفعش اي رسوم، ما بيدفعش اي حاجه، والمكسب الاكبر والمكسب كله له. فالنقطه الجاذبه للاقتصاد غير الرسمي انه يخش الاقتصاد الرسمي، الاقتصاد النقطه الجاذبه للاقتصاد غير الرسمي انه يدخل في الاقتصاد الرسمي، انه هو الدوله في هذه الحاله تستطيع انها تعرف قد ايه حجم البطاله عندها، حجم العماله عندها، المخطط هنا بيبقى كل البيانات موجوده قدامه، الضرايب قد ايه، كل ده. لكن في نفس الوقت النهارده بيانات الدوله لما يجي يقول لي ان معدل البطاله النهارده مثلا 9%، ظاهريا بيقول لي 9%، لكن هناك اقتصاد غير رسمي بيشتغل في هذه الحاله، ربما لو انا دخلته في داخل الاحصاء الرسمي يكون 7-6% او 4%. يعني هو في هذه الحاله هنا ايه؟ الخدمه هنا للمخطط الاقتصادي على المستوى الكلي، وفي نفس الوقت كمان الخدمه هنا في الموارد الدوله على المستوى الكلي ونفقات الدوله على المستوى الكلي. لكن على المستوى الجزئي، على المستوى الجزئي هو مواطن مصري بيعمل وبياخد اجر اخر النهار وهذا الدخل بيدخل بيت وفتح اسره وبيشتغل بيها على المستوى الجزئي. لكن على المستوى الكلي هنا المخطط الرسمي، المخطط القومي بيبقى عنده دايما شورت او نقص في المعلومات والبيانات، وبتبقى دايما بياناته غير دقيقه وبالسالبه. بمعنى ان لما اجي النهارده اقول معدل نمو الناتج المحلي او الاجمالي في الدوله المصريه 4%، ده رسمي، لكن هناك ايضا هناك اقتصاد غير رسمي تقريبا 2-3%. يعني لما دخل الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي يطلع معدل نمو الناتج الاجمالي في مصر في حدود 7%. لما اجي اقول النهارده معدل البطاله في الدوله 11% والاقتصاد غير الرسمي بيمثل حوالي 5%، يبقى اذا في هذه الحاله نسبه البطاله قلت، البطاله 6%. لما اجي اقول الضرايب بتاعه الدوله في هذه الحاله تريليون جنيه والاقتصاد غير الرسمي يديني نص تريليون جنيه، يبقى المخطط هو اللي انا عندي ضرايب تريليون ونص. اذا ده في حاله انه دخل يا دكتور، في حاله اذا دخل هيكون. اذا في هذه الحاله هو المخطط المركزي هنا على مستوى الدوله بتبقى عنده المؤشرات سلبيه او اقل شويه، لكن نعم. في نفس الوقت ده بيقول لي ان هذا المجتمع مجتمع منتج، وهذا المجتمع بيدي انتاج، والاقتصاد غير الرسمي هو اساسا بينتج في داخل الدوله، لكن المشكله مشكله تخطيطيه ومشكله تدفقات ماليه او شغل حسابات. الامر كده يقول لي ايه؟ ان احنا النهارده الدوله بتعمل ايه؟ بتشجع الاقتصاد ككل وبتشجع الدوله ككل على ان كل مواطن بيشتغل وان ما حدش يقطع عيش حد. صحيح. في هذه الحاله على اساس ان هؤلاء كلهم مصريين، والدليل على كده ايه؟ ان احنا الدوله الناس شايفه دلوقتي بعض الاقتصادات غير الرسميه في الشوارع ومحدش بيقول لها اقفلي، لان في هذه الحاله هنا ايه؟ ده بيوت مفتوحه. صحيح. وعوام مفتوحه، ده بيدخل تحت ايه؟ الشريحه الاجتماعيه او البعد الاجتماعي للتنميه. لان الدوله كمان عندها بجانب الاقتصاد المشروعات الصغيره والمتوسطه معظمها فيها بعد اجتماعي، بعد اجتماعي ان انا لازم اكون حريص على اي دخل واي وظيفه. نعم. اي مصري بيشتغلها علشان يكون هناك
استمرارية في العمل، وده ما يسمى بالخطة الاجتماعية أو المساحة الاجتماعية أو الرؤية الاجتماعية اللي هي الحماية لكل مواطن على أرض الدولة المصرية له مكان عمل وله رزق عمل الأول ما نقطعوش، وبعدين الدولة تبذل جهود في كيفية تيسير الأعمال له. وصلت هذه الفكرة بطريقة تدريجية إلى اقتصاد الدولة. وصلت هذه الفكرة دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، هذا فاصل قصير، أكون في انتظار حضراتكم لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف، مشاريع صغيرة والمتوسطة في مصر، بعد هذا الفاصل. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في إطار هذه المتابعة حول جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص في دمياط، حيث وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع محافظة دمياط خطاب ارتباط بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، يقدم من خلالها الجهاز تمويلا قدره 50 مليون جنيه لمشروعات الأثاث والموبيليا والصناعات التكميلية. هذا وأوضح رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التمويل الجديد يأتي في إطار تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تقدم لأصحاب هذه المشروعات تيسيرات متنوعة تشجعهم على التوسع في مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة. هذا وقفز حجم التمويلات التي تخصصها البنوك المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 124 مليار جنيه في عام 2018 إلى 404 مليارات جنيه بنهاية 2022، وارتفع حجم ودائع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 107 مليارات جنيه إلى 349 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وتخصص جميع البنوك المصرية 25% من محفظتها الائتمانية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل. دكتور ماجد أهلا بك، إحنا قلنا أرقام هامة جدا عن زيادة المقدم من الدولة المصرية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال إحنا كنا بنتكلم عن حجم ودائع أو يعني تمويلات تخصصها البنوك 124 مليار في 2018 وصلت ل 404 مليار بنهاية 2022، وأنه جميع البنوك المصرية تخصص 25% من محفظتها الائتمانية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة المصرية. كيف تسهم هذه الإجراءات في زيادة وجود مشاريع من هذه النوعية الهامة جدا بالنسبة للدولة ولدول كثيرة؟ الحقيقة كانت هذه المشاريع هي أساس اقتصاد قوي. مساء الخير أستاذة لما، تحية لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. لو نظرنا إلى توجهات الدولة المصرية في دعم الصناعة بشكل عام والصناعات التي لدينا فيها ميزة نسبية بشكل خاص، هنلاقي أن صناعة الأثاث من الصناعات اللي مصر عندها فيها ميزة نسبية كبيرة، تتميز مدن معينة بصناعات معينة عندنا أو مزايا نسبية في صناعات معينة. على رأس هذه المدن في صناعة الأثاث تأتي مدينة دمياط، توافر العمالة البشرية الفنية الماهرة، أيضا رقي هذه الصناعة وتقدمها بشكل كبير وملموس، بنجد أن هناك صادرات من الصناعات المصرية في مجال الأثاث بتغزو أسواق العالم وبتلقى قبول في أسواق عربية بل وأسواق أجنبية. طبعا بدون شك أن التنسيق مع جهات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة فيما يتعلق في بروتوكول مشترك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذه الصناعة يعتبر في أهمية أو في الأجندة أولوية أجندة الدولة، خاصة مش بس الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر. زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي أن هذه الصناعات قامت عليها اقتصادات دول ونمت وتطورت بشكل كبير جدا، أيضا الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الأثاث.
لو نظرنا إلى ما يتعلق. طب أنا مهتم أسأل حضرتك عذرا المقاطعة يا دكتور، إيه أبرز التحديات التي يمكن أن تكون بتواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر؟ على رأس هذه التحديات يأتي التمويل. التمويل بيعتبر من التحديات اللي تواجه هذه المشروعات، لذلك الدولة يعني بادرت بعدة مبادرات لتمويل هذه النوعية من الصناعات والمشروعات. طب والتشريعات يا دكتور؟ وأيضا معنا يعني ده العنصر الأولاني، وأيضا تأتي التشريعات في المرتبة الثانية الخاصة بتشجيع المصنعين وأيضا تشجيع المصدرين، وده برضو قطعت فيه الدولة المصرية، قطعت فيه شوط كبير. لا شك أن هناك معوقات تواجه الصناعة بشكل عام في دول العالم كلها، ولكن لو تحدثنا عن مصر هنجد من المعوقات التمويل وأيضا التشريعات، بالإضافة أيضا إلى أن تحتاج مكاتب التمثيل التجاري إلى مزيد من المجهودات في الترويج للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى أن التمويل من خلال المبادرات بتكون بفوائد بسيطة، بمعنى أن ما بقاش فوائد زي فوائد البنوك العادية، ولكن أيضا بتدعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل. لو نظرنا إلى المعارض، المعارض لها تلعب دور كبير جدا في الترويج بهذه الصناعات والحرف، وبالتالي إطلاق سلسلة من المعارض وما يسمى بصنع في مصر، وأيضا ما يسمى بصنع في دمياط في مجال الأثاث، لأن دمياط من المدن اللي فعلا عالميا حتى لما نذكر صناعة الأثاث في مصر بتذكر دمياط، زي ما مثلا بنذكر صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فنذكر مثلا مدينة المحل. تقديم الدعم للصناع مهم جدا، وده دور بتقوم به الدولة بشكل كبير. أيضا ما يتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني للكوادر البشرية، لأن برضو الصناعة دي فيها تطور بتشهده على مستوى العالم، وبالتالي مواكبة هذه التغيرات اللي هيحصل أن الجهاز هيوفر المدربين، وأيضا ما يتعلق بتقديم الأفكار الابتكارية والإبداعية لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى الاستشارات والخدمات المالية للراغبين في إقامة مشروعات، لأن برضو الشباب خارجين الجامعات، أنا بعمل أستاذا جامعيا، وبالتالي دايما بقول للشباب ما تستناش الوظيفة، فكر إزاي تقدر أنك أنت تبدأ مشروع صغير والمشروع ده يكبر. وشوفنا نماذج لرواد الأعمال الشباب اللي عملوا بدأوا بفكرة بسيطة وبدأت تكبر الفكرة دي وتحولت إلى مشروع كبير. بس دكتور يمكن أنا بتساءل عن أنه هذه المشاريع يمكن ما يكونش فيها شق متعلق بتعميق الصناعة في مصر، في معظم المشاريع بنسبة أو بأخرى متعلقة أكثر بتقديم خدمات، بعملية تجارية، بتسهيل خدمة من أند يوزر لأند يوزر، ولكن مسألة تعميق الصناعة بها ربما من الواضح تحدي بشكل أو بآخر بالنسبة لريادة الأعمال أو بداية مشروع صغير أو متوسط. لا شك طبعا برضو تحديات بتواجه تعميق الصناعة. الدولة المصرية بتهدف إلى توطين الصناعة المصرية ورفع شعار صنع في مصر. شعار صنع في مصر ده مفيد في عدة نواحي كثيرة، أولا خلق فرص عمل، ثانيا تحسين مستوى دخول العاملين في الصناعات المختلفة، ثالثا توفير فاتورة الواردات والاتجاه إلى سياسة تسمى تشجيع الصادرات، وبالتالي توفير العملة الأجنبية. تعميق الصناعة بشكل يؤدي إلى مزيد من تطوير هذه الصناعة والتوسع فيها وتنميتها، طبعا لا شك بيحتاج لمجهودات أكثر، وبالتالي الأجيال الحالية من الشباب وأيضا المستقبلية اللي بيدخلوا في هذه النوعية من المشروعات سواء كانت الصغيرة أو متناهية الصغر حتى بيلاقوا إن في فرص أكثر إنهم يبقوا من رواد الأعمال، وأيضا يساعدوا في أنهم يقدموا منتج مصري بجودة عالية وفي نفس الوقت بسعر تنافسي، علشان يقبل أيضا ليس فقط المشتري أو راغب الشراء المصري، وإنما أيضا تصدير. يبقى في أسواق تصديرية بشكل كبير للمنتجات المصرية. هل برأيك ممكن إطلاق مزيد من المبادرات التمويلية لتشجيع القطاع بشكل أو بآخر؟ طبعا بدون شك أن إطلاق مزيد من المبادرات هيؤدي إلى مزيد أيضا من الدعم لهذه الصناعة، وخاصة
ان التمويل قلنا بيمثل احد العقبات الاساسيه لاي نوعيه من المشروعات، وبالتالي مزيد من المبادرات ودعم هذه الصناعه من خلال فوائد ميسره وقروض ميسره بفوائد بسيطه بتخلي في اقبال اكثر على المشروعات، وايضا دراسات الجدوى، لان دراسات الجدوى بتلعب دور مهم جدا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى في نجاح او عدم نجاح المشروعات، فلابد ان يكون هناك تقديم دراسات جدوى للمشروعات علشان يعرف المقبل على الاستثمار في هذا المجال العائد والتكلفه وراس المال المطلوب، وكيف يمكن بعد ذلك التوسع في المشروع توسع ذاتي وزياده حجم الاستثمار فيه من خلال اعاده زي ما بيقولوا تدوير الارباح مره اخرى علشان تقدر المشروعات دي تكبر بشكل كبير. علشان كده بأيد رأي حضرتك في ان التوسع في المبادرات، وايضا دور الدور اللي بتلعبه البنوك، حضرتك اتفضلتي وذكرتي دور البنوك وتمويلاتها تعدى 400 مليار جنيه في هذه الصناعه بعد ان كان ما يقرب من 120 مليار، وده طبعا يعتبر دور كبير بتقدمه البنوك وبتلعبه في هذه المنظومة اللي هي الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المتناهية الصغر. مزيد من المبادرات يؤدي أيضا إلى مزيد من التوسع في هذه الصناعة، مزيد من الدعم والتطوير للمنتجات وشكل المنتج النهائي والاهتمام بما يسمى الفينيشينج، التشطيب بتاع المنتج. أعتقد أن ده هيرقى بي ليس فقط صناعة الأثاث في دمياط وإنما كل أنواع الصناعات الجودة فيها ميزة نسبية، الجودة اللي بتخرج من صناعة في مصر. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الساعة من التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز، تلتقون على رأس الساعة القادمة بخلود زهران، وأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. كنت مع حضراتكم أنا لما جبريل، إلى اللقاء.